تقول ما تحملت لبست لكم العدسة، شوفوا لي الجمال. أنا شلون ظل مروحي بدون عدسات هاي الفترة كلها؟ يعني صح حيل قريبة لعيني، بس واو هيجي فد لمعة لمعة، هيجي حدية أكو، جمالية أكثر، مريحة. أني يعني قبل من ألبس العدسات أخاف عيني تدمع أو تصير حمراء، أو يعني ما أعرف شنو أقول. أميزنج، حبيتها، وبيها ألوان حيل تخبل. صح مو كلها تناسب عيني، يعني أقول لكم ضروري تعرفين شنو اللي يناسب عينك ويطلع جمالية عينك، وإلا أكو ترى عدسة تاخذ جمال العين. تحطين أي عدسة إذا عيونك حلوة، فاختاري شي يكون قريب لعينك، يعطي لمسة لون جمال تخبل ومريحة وعليها عروض حلوة. هسا اشرح. هلو بنات، مساء الخير عليكم، شلونكم، شخباركم؟ طبعا اليوم راح احكي لكم عن عدسات ايفين اللي هي البارحة جربتها واستخدمتها، بقيت بيها فترة طويلة، يعني تقريبا 4-5 ساعات. حيل حلوة ومريحة على العين وتجنن. أنا قلت لكم ما أقدر أسوي لكم إعلان عن أي شيء إذا ما أجربه، خصوصا العدسات والأشياء اللي تبين باللحظة. حقيقة كلش ارتاحت بيها، مع العلم أنه أنا مو من محبي العدسات، تعرفوني كل زين، بس بيها ألوان جميلة وبيها أيضا نوعيتين. شوفوا النوعية الأولى اللي هي هاي السنوية الكبيرة، النوعية الثانية اللي هي هاي تجي الصغيرة. الصغيرة سعرها مناسب جدا، الكبيرة السنوية يعني شوية تكون أغلى أكيد، لأنه تبقى عندك هواية وقلتها هنا تشد يعني مال تعب. حلو، بس هذه البوتيت الميني الصغيرة هاي طبعا بنات هي كورية المنشأ. كوريا بالفترة الأخيرة أثبتت جدارتها بكل المنتجات حقيقة. شوفوا هذه السنوية تجي كبيرة تمام، بها 10 ألوان وتبقى وياك وقت أطول ومريحة جدا على العين. صغيرة الشهرية أيضا تطول عندك وبيها 10 ألوان. هسه راح أراويكم الكتالوج اللي موجود، أوكي؟ هذا من إيفين، وبنفس الوقت أراويكم التصوير مال البارحة اللي لبست العدسات. إن شاء الله يكون يعجبكم. وأكرر آني مو كل عدسة تلوك لي، وضروري تعرفين أنت يعني شنو اللي يلوك لك وأي لون وكذا. فهسه أنزل لكم الفيديوهات مال البارحة وشوفوا العدسة شقد جميلة.